مساجلة شعرية بين كل من محمد موسى وبشار رعد من وحي المناسبة، فلنستقبلهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. حسين صرخة وباطية بوجه الزمن، حسين غيرة مجرى دبدبة الرياح، وبد ما هم العمر ينطي ثمن، حسين سجادة صلى يوم الحساب، والفضائل يم حضرته يهتدن، حسين مو طف وانتهى بلحظة وداع، ولا ضحايا بكربلة بلا يجفن، ولا سيوف وخيل واشباه الرجال، ذيك بلحظة ضعف وساءت الظن، حسين من دمه رسم إن الحياة، ولا تتصور يوم لحسين انطعن، حسيناني وانت والماي وسماك، هاك اجمع ذني ما يصير وطن، حسين صوتي يعيش باقي بكل ضمير، حسين عمر الراح وايام اللي يجن، حسين دمعه مرت بكل العيون، والعيون الشالة طيور فرتون، حسين دم هاي السماء تبكي عليه، وانت صاحب فضل وعيونك بكين، انت ما مسوي فضل لما بكيت، دموع عينك من بكيت تشرفون، حسين سبات العفو راح الضمير، حسين كل زيناتك بحضن غفن، حسين ثمرات الابه وصنع الرجال، حسين قالهن حسين كلهن تالي بشليلة صفن، حسين مو يعني العطش والحق يقال، حسين انهار الوفا يما التقن، حسين شجرة عافية وتنطر فصول، وكل خضار الكون بجفو فرتون، حسين باله ودموع الفقير الظلن بعينه ولحد متخلدن، حسين ما شال السيوف بعين زال، وظلت سيوفه وابد ما تجردن، لان طاهر وجهه ظال باقي، لأن طاهر وجهه ظل باقي الحسين، والسيوف قبال ضي وجهه استحن، حسين ثورة مرت بكل الأجيال، ولا تتصور ولا تتصور راح وياما انتهن، حسين ولد بينا كم طف وحسين، واحسب الشمس ثورة من بعد بدن، حسين مشانا بدرب عز ونضال، وحفظ ما يوجوهنا بيوم الحال، حسين ما ساهم قضيته بأي مجال، حسين ما فكروا لا لحظة صفن، حسين ظلت لائحة سبح الضف بالفضاء، ومنه بعد يذوق لو يلفظها من، تجمعت كل النعم ضد الحسين، وشوف وشوف تالي شلون يملا أسجدن، حسين خط إنا سفر من الخلود، حسين وقفات أبد ما ينسن، حسين أدى كل أمان اللي عليه، وأبد ما بايع وأبد ما بايع ودي وما ساومن، كيف قال أعطيكم وعطى الذليل، حسين ما قر قالها وصرخ علن، حسين لا واه الموت بس ما طخ راس، وانتصر على الموت وتشوف وجفوف التون، حسين لو ما دمه في طف كربلاء، افروض ربك كان في لحظة انتهن، افروض ربك كان في لحظة انتهن، صلوا على محمد وآل محمد، صلي على حسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مع الليلة الثالثة من محرم الحرام لعام 1435 للهجرة، وسماحة الشيخ أحمد الأنصاري، فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حفظ حسينياتنا، مجالسنا، مراجعنا، شبابنا، فتياتنا، بيوتنا، حفظ مقدساتنا في النجف، في كربلاء، في الكاظمين، في سامراء، في العراق، في لبنان، في إيران، في أفغان، في كل مكان. لما طال ولاية الإسلام لشفاء مرضى المؤمنين بحق هذه الليلة، بحق مريضة الحسين التي تأخرت عن ركب أبيها، فما جاءها وما لاحها إلا اليوت، وبحق هذه اليتيمة، يتيمة الحسين، التي يقول في شأنها: من دعا بها الله ناويا إعانة ليتمها أو مساعدة لمصابها قضى الله حاجته. فإلى عليلة الحسين سلام الله عليه وعليهم أجمعين، إلى أمواتكم جميعا، أمواتي معكم، رحم الله من يقرأ الفاتحة مسرورة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، وعلى آلك المعصومين الميامين المنتجبين الطيبين الطاهرين، لا سيما من كان للرسول ولدا وللقرآن سندا، وللإسلام عضدا، وللشيعة كهفا ومعتمدا، صبط الرسول وقرة عين البتول الغريب شهيد العراق الضامي بين النهرين، مولانا مولى الكونين، أبا يا حبيبي يا حسين، يا طبيبي يا حسين، نور عيني وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر. هذا مو الحسين، هذا أنت، هذا أنا، هذا شيعة الحسين، هذا للحسين، هذا يوصف الشاعر رحمة الله عليه. والليل يشهد لي بأني ساير إن طاب للناس الرقاد فهوموا قلقاً
يغلبني الهموم. قلقان قلقان تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهمه، فعسى أنا من التراث مواضيا تسني عليهن الدهور وتلحم أو موتة بين الصفوف. أحبها هي دين معشري الذين تقدموا، ما خلت أن الدهر من عاداتي. ما خلت أن الدهر من عاداتي تروي الكلاب بقي ويضم الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقايا. يا الدم مثل ابن فاطمة يبيت مشرد. يقول أحد العلماء قرأت هاي القصيدة قلت له سيدي شلون مشرد؟ قال كله لأجل بناتي وعيالي. مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته. يا متنعم ويضيق الدنيا على ابن محمد ويضيق الدنيا ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء. الأعظم خرج الحسين من المدينة خائفا، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا، يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابن ضم وبه تشرفت الحطيم وزوايا. لم يدري أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محايا.
والله عباس اللي باري لي يا اخوي واخواني اثنين، يقول لما خرجوا بأبي وأمي. هذا الخروج الصار مو خروج واحد مسافر، وانت تعرف ياهو اللي يجي لعد المسافر، الأعز إله، المحب إله، اللي يعرف قدره يجيه. واللي يكون ذاك اليوم واحد حج يسألني، قال لي شيخنا معطل من الحج إلى سنين، قلت له ليش؟ قال لي بنتي هذه من أريد أطلع وأبعد وأقلها أسبوعين ثلاثة تموت يغمى عليها، بلكت دعاء بلكت شيء هاي الفريضة زين. فقلت له أخذها معك إذا هيك، قال لي أخاف عليها لأنها مريضة. فأقول سيدي ومولاي أبا عبد الله اللي مريت بي أنت شنهي، اللي جرى عليك شنهي. طلعت تصيح وتقمل العين، بويتان العليلة يا المضعنين يا المضعنين يا المضعنين، ما طول كم عن أجريبين، ويا عالفرقة ما تقدر يا طيبين، حين سمع نسل الميامين جاوب غوين ويانا تردين، والدرب غاذ بعيد تدريم بويا، وانتي عليلة وما تقدرين للدار، اريد انك تردين ان كان اريد تريد يا حسين، بويا منك يا بطل طلبتي، انا اخذ عزيزي وقرة العين عبد الله بيغد سلة يا حسين، صاحت علي يا زينب بني ارجعي، قلها يا عم يا عيني لا تعتبين، عتبج على والله عتبيج على الراس وعلى العين، يا عم صار الضعن وانت تشوفين، يا عم ادعي لبوش بذاك الحسين. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين
وابن سيد الوصين وابن إمام المتقين وابن فاطمة الزهراء وابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خات برحلك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي مني. الحديث حول زيارات الحسين. الزيارات عادة بالمنطلق أو بالمفهوم والمنطوق الشيعي في الروايات هو فيما لو أتيت إلى مكان مقدس تزور بها صاحب القداسة. إحنا حتى واحد إذا يشوف واحد يقول زرت فلان، لكن هذه الزيارة وزيارة المقدسات الإنسان يبذل جهدا من العبادة فيها، يتعبد فيها بنص مخصوص بدعاء مخصوص. زيارات الحسين عليه السلام بلغ المدى بها الزيارات المعروفة 27 زيارة. قسمت هذه الزيارات إلى كونيتين أو إلى مدرستين: مدرسة الوحي المباشر، مباشرة جاءت من الوحي، جاءت من الله، وجاءت من مدرسة أخرى تنطق عن الوحي وهم أهل البيت عليهم السلام. يعني أنت لما تجي لعد زيارة وارث، زيارة وارث فيها إرث الأنبياء، فيها إرث السماء، فيها إرث المباعث النبوية، لكن لما تأتي إلى زيارة عاشوراء، زيارة عرفة زارها الحسين بنفسه لكن بأمر، الزيارات هذه ما تقدر تخلي بها شيء. لهذا إذا في كلمة رأسا يخلون عليها نسخة بدل. بعض علمائنا يقول الزيارة بما أتت فانقلها. ليش؟ لأن الحروف التي تضامنت وإجت بهذه الزيارة ما تتغير، ما تقدر أنت تغيرها. لا والله أنا كيف يحب، يقول لك لا وأنت خربطت بالنص. مثل واحد يقرأ قرآن هنا يقول والله يخلي أكبرها إلي ولعد أهلي ولعد، لا لا هي ما تحتاج تسوي، هو مثل التكت بإيدك، يصير اللي بإيده تكت هو وأهله والجميع واللي معاه يعبر، واللي ما عنده هذا التكت يظل. مو إلا 20,000 تكت يكون معاك حتى يدخلون اثنين. لهذا لما نأتي إلى الزيارة التي أودعت من قبل التوحيد ومن قبل بعض المسائل اللي صارت زيارة عاشوراء. كلمة عاشوراء منين اجت؟ شلون اجت؟ عاشوراء بعض يقولون مصدر اصطناعي، عاشر يعاشر، زين يوم عاشر يجي، يو عشر يعشر عشرا يجي، يو لا والله هي من عدد اجت، زين من عدد اجت وهو العاشر او العاشر اسم الفاعل ماله، مثل احد وواحد
زين هسه شو نقول؟ نقول وحداني. فبالنسبة لعد العاشر صار عاشوراء، بعض يقولون لا عاشور هو جمع ووزع على هذا المعنى، بعض قيل أنه هذا العاشر أخذ من سنة لغير المسلمين يوم الكبور أو عاشوراء أم، وهو مصطلح عند بعض الأديان منها اليهود، وكانت عندهم فيه يوم الزينة أو كان عندهم فيه يوم النجاة، كلمات طويلة عريضة. زين اجوا جماعة من أبناء أخوتنا الإخوان ذولاك، ايش قالوا؟ قالوا عاشوراء يعني التسعة وتاسعاء يعني ثمانية. يا عم ياولوا الطاقم هاي الرواية لزقوها بواحد، فاحنا ما راح نتطلع بهذا الباب ولا نريد ندخل، لأنه دخلنا بمعاني اليوم عاشوراء. هذه الزيارة ينقلها أكثر من 21 مو عالم عادي ولا راوي عادي، فالمنكر لها عند بعض العلماء أنكر سندا والسند فيه فطاحل الفرقة. يعني أنت تعال لعد الشيعة، أنا وأنت شقد نعرف من جماعة الشيعة من علماء الشيعة؟ إحنا بزماننا ما نعرف علماءنا، لكن لا لما تروح لعد علماءنا وتسألهم، تروح للسيد الخوئي، تروح للسيد السيستاني، تروح للسيد كل هذول، زين ذول من تسألهم هذول مالين نجف، إذا تعبر لعد قوم وايصيرون أكثر. فلما تسألهم يا عمي وين عندنا رواتنا إحنا، وين عندنا علماءنا، يجيبون لك من الكليني، زين يجيبون لك من المفيد، يجيبون لك من الطوسي، يجيبون لك من الشهيد الأول، الشهيد الثاني، من الكركي، زين من ابن طاووس، من ابن فهد الحلي، من العلامة، من ابنه، إلى أن يشبعوك بما تريد بالرواية والدراية والفقاهة. فإجوا هذا السند يروي أول واحد وهو شيخ مرتضى المعروف بالأنصاري، هو هذا عنده شيء عجيب غريب، زين هذا درس واجتهد في إيران ومن هناك انطلق إلى النجف، وين ما يقولون لأكو عالم، ومو مثل هسه وين ما أكو واحد عالم يروح له. كثير من العلماء اعتزوا به لأنه استفادوا منه. في رواية يقولون عنده نص عين وبلغ هذه الدرجات. اليوم من الكتب الموجودة بالحوزة كتاب، هذا أول النص يبدأ به، أنه عن الشيخ الأنصاري عن أستاذه، زين وتجي غير هذا السند اللي أفصح عنه. هذا السند وين يوصلنا؟ يوصلنا على أنه عمي ترى بعض الأشياء لعد الأئمة مو بالقوترة جاية، مو بكيفك أنت، مو بكيفي أنا. شو بس احنا اليوم نريد نقرأ المسير، قصة المسير بالله عليك كم سنة عمرك أنت وبالقماط وأمك تاخذك، مو هيك؟ أنت وبطن أمك تتبرك الأم إذا كانت حامل بولدها بمحمولها، زين وتروح للمجالس، مو هيك ولا؟ قصة سامعيها احنا. لكن هاي القصة وين توصلنا؟ وين الوصول بها؟ أنا شو توصل من هاي القصة؟ قصة الحسين ياهم الكموسان، خاصة الإخوان العراقيين، قال بلطمنا بعزانا وبأفرح نحن نصيح يا حسين، مو هيك؟ يقول لا ما أحكي تمام، أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. بس هذا المسير يختلف، ليش؟ لأن كل حركة صارت بي كانت مقدمة للأرواح الطيبة الطاهرة، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفناك، نريد نعبر عنها ونعربها، شنو هذه؟ فلما نأتي إلى زيارة الحسين عليه السلام، زين عجيبة، الإمام الصادق سلام الله عليه يروي رواية
عن النبي، يقول من زاره كأنما أو كتبت له كأنما زار الله في عرشه. شو الله قاعد فوق؟ لا لا، التقدير. من الذي زار الله في عرشه غير محمد؟ مو فقاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. تعال عند الندبة شو تضيف عليه؟ ليت شعري أين استقرت بك أو أي أرض تقلك أو بعض الأحيان نروح للعرش ونفكر أنه هو الفوق. لا، قلب المؤمن عرش الله. زور لك واحد مثل ألطافك، زور أمك وأبوك، زور مجلس الحسين، اجلس في مجلس أبي عبد الله، فأنت تتقرب من كثير من الناس التي تحتوي صدورهم. ايش تحتوي وماذا تحمل؟ تحمل عرش الله. شيء عجيب غريب في تفسيرها هذه الزيارة، إلى أن يصل بها الشيخ الطوسي، شيخ الطائفة نسميه، شيخ الطائفة، هذا مو إنسان عادي، هذا شيخ الطائفة وشيخ المفيد. تعرف عنه شنه؟ يقول وكانت الملائكة تخدمه، فإذا أراد مضوأته تعدلت له وتسرب الماء منها إليه. مو بالحاز، مو بالعاطل. شتت هذا ما تعتق به، رايح للحسين شو يسوي للربعين؟ رايح تلقم ودقها هسه وجاي شو يسوي؟ شو ماكو شاي بالبيت؟ ماكو أكيد. الآداب النفسية، الآداب الاعتقادية فوق الطاقات البشرية، فما يقدر يتحملها واحد. مو بس بالشفاءات، لا والله أنا مريض شافان الحسين شاي هواي. واحد من أساتذتنا يقول مرة كنت عند أحد المقامات في العراق، الظاهر بالإمام أمير المؤمنين أو عند الحسين، يقول جاب ابنه شوية ما هلقد، مثل ما نقول احنا شوي على الاخبار، اجى يقول كذا وحطه يم الضريح، قال له مولاي انا عندي مسواق لعد اهلي، وتدري بالشهرين بالثلاث اجي مره، مو اجي والقاها مخبل يدخل لنا مره. يقول بهذه البساطه، يقول انا متشتت واطلع فيه عمي هذا وين هذا ساكن، هذا شيء يقول؟ يقول شويه ما ادري الاحق الابو يظل انظر لعد هذا. يقول يشهد يعني أشهد بالله كنت أنظر إلى هذا وأنا أقرأ، لكن بين لحظة وآخر أطلع بهذا الصبي وإذا به لزق جلب بالشباك وأخذ يصيح سيدي ومولا. طلع ما يدري وين أنا، وين يا عمي؟ مريت عليه قلت له عمي اهدأ شوية شوية اهدأ. إجا الأبو قال له أبو يصب الزين؟ قال له بيه كانش كان بيه احنا وين هسه؟ قال لي جماعه من المؤمنين. قال لي يا نزين وين؟ شرد عليه قال له مشكور ابو حسين مشكور. قول جيته قلت له شنو هذه؟ قال لي عمي سنة كم سنه اريد اجيب لنا ما يصير لي وقت جبتها هسه. ليش؟ لانه القلب. هذه مو ترهات، هذا اللي يقول لك هو ما عنده منها اعتقد، والا الله بعظمته 50 صفحة جزئين ونص من القرآن الكريم، شي يسميها البقرة شاي ما كانت تسمع بعد، وسمها آدم، خلقت آدم، سميها إن إبراهيم، سميها إن موتة عزير وبعد 100 سنة يحيي، سميها إن خلقت الطير وموتة الطير ودق الطيور بعد ذبحها ليش؟ لا البقرة، نقول البقرة من تجي شال البقرة شبيه ما كان بقر إلا هاي. ليش؟ لأنه صاحب البقرة المقصود به هو، مو بالبقرة، البقر كثير لكن صاحب البقرة لا قليل. الله يعطيك المثل الشيء، روح شوف صاحبه ياهو، كل ما كان بصاحب البقرة أن هذا شاب متأدب بين يدي أبويه، أبو راد ماي يقولون هاي آخر شيء اللي صار، راد ماي راح جاب ماي لعد أبوه جلقا نايم لزم القلاص وظل قاعد، قال أفيئة أكسر نومته
زين أخليه نايم خاف يفيق ويريد يقعد يريد شربة مي، فأنا شو مخسرني خليني أقعد يوم راسة. قعد يوم راسة شوية بعد فاق، قال له بابا شو تسوي أنا؟ قال له قلت طلبت ماي، رح جبت الماي وجيت لقيتك نايم. رفع يديه بالدعاء، اللهم اجعله عندك من أحسن عزيتك، اللهم إني راض عنه. تعال خلينا نشوف احنا ايش قد راضين على اطفالنا على شبابنا، تعال شوف شبابنا ايش سووا لعد ابائهم. اكو يوم اكو ابوي راضي مني ومو راضي مني. فانا لما اجي لعد بعض الاشياء مو معناها انه الحسين يلا خلاص قتل، لا مو خلي اخذ عبره من الحسين، اخذ من الحسين اعتبار واشوف وين اوصل. لهذا الزياره شو تقول؟ السلام عليك أول يا أبا عبد الله، قلنا لأنه ما خلى شيء للعبودية إلا وتأخذ من الحسين، ولولاه ما ظل شيء، كلها راحت كلها راحت. فأي واحد يعبد التوحيد رهين بدفاع الحسين، فصار هو أبو العبودية، هو اللي يقسمها، سواء العبودية الأخلاقية الاجتماعية العائلية زين المادية المعنوية، كل شيء اللي عندك تعال انت شوف طلع لي شيء أنه الحسين ما صنفه. شايف لك واحد في يوم العاشر يبكي، تجي له زينب أخي مما بكاؤك؟ يقلها أبكي لهؤلاء. زين يا عمي تبكي لعد هؤلاء ليش؟ أنا حسبتك تبكي للعباس للقاسم للأكبر، لا أبكي لهؤلاء لأنهم بموقفهم هذا يدخلون النار. يا رحمة الله واسع، ويا باب نجاة الأمة، يا سفينة النجاة يا أبا عبد الله. مو هذا؟ لهذا هاي الزيارة قالوا أنها حديث قدسي. الحديث القدسي الكلام ما له مرصف، الكلام ما له مؤمل من الله سبحانه وتعالى، لكنما لا يؤمر بالتبليغ والكتابة كما يؤمر به الكتاب كالقرآن الكريم. هذا الحديث القدسي. الحديث القدسي فيه إرشادات عن الأنبياء عن الأوصياء، ويأتي من قبل الله، لكن مو بالدور القرآني أو الكتب التي لا بد من العمل بها. لهذا احنا ما نعرف أصلا الحديث القدسية شنهي أو وينهي، لأنه غافلين وعاملين القرآن، فتشوف يعني يصير عندنا بعد شاسع. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. المؤمن هاي أكو لقطة ينقلها المرحوم النراقي، الشيخ النراقي صاحب جامع السعادات، يقولون عمره بلغ بالأربعين، عمره صار 40 سنة. فد مرة إجا براسه على أنه يا عمي أنا ليش ما أروح أخدم هذا المذهب هذا الدين كون أخدمة. دخل على السيد بحر العلوم في النجف زين أو في كربلاء كان السيد، يقول يجي يريد يدخل، يقول له الخادم من؟ يقول له قل له النراقي. يجي لعد المرحوم العلامة بحر العلوم، يقول له أنا مشغول. قل له عجيب، رجع الشيخ يوم الآخر إجا دق الباب، قال له من أقول وشايفه؟ لكن متأدب هذا الخادم حتى يوصل مثل ما يقول. قال له قل له النراقي جاي يزورك. نفس الشيء راح قال له النراقي، قال له قل له مشغول. يوم الثالث إجا دق الباب، الخادم راد يقوم، مرحوم السيد قال له اقعد، هالمرة أنا أفتح الباب. تعجب الخادم، اجى فتح الباب واحتضن الشيخ النراقي، قال له شيخنا أتعلم لما لم أفتح الباب لك منذ الأيام الأولى؟ ليش؟ قال له ليش سيد؟ قال له لأنه طالعت كتابك جامع السعادات بالأخلاق، هو بتشوفك أنت بس كاتبه وهم عامل فيه، انت كاتب هذا الكتاب عامل فيه ولا؟ فشفتك عامل فيه، والا بيوم الاول اذا قلت لك لا تقول عمي شو هسه اروح ازور. يوم الثاني هم جيت
يوم الثالث شفتك أنت، رأيتك أنت. فقلت للخادم لا، هذا كن أنا أخدم، أنا أفتح للباب، تعال شوفه. يقول أنا 40 سنة ورحت أطالع، رحت أدرس. لما جيت أدرس يقول ما يطون فلوس هواي شوية، فأخذت لي مونة اللي أتقوى بها على قوتي. وبعدين بعد جيت أشتري زيت لعد السراج مالي، لعد الفانوس مالي. يقول قومتهن تقريبا الفلوس اللي عندي من الليل، من أول الليل للفجر أنا أطالع. فشفت ما عندي شيء وخاف يحوجني الزمان أن أخرج من المدرسة، من الحوزة هذه، من الدراسة هذه. فقمت شسوا وطلعت، وإذا إحنا عندنا فانوسين سراجين موجودين هذولي بالشتاء بمكان وبالصيف بمكان. وين؟ أجلكم الله، باب الحمامات. بالشتاء أدخل زين، وبالصيف أكون برا، واثنين هالمؤذيات، وحدة ريحة كريهة ووحدة حالة لا يوصف عليها الإنسان. قل له بس صبرت وصبرت حتى بلغت مدرجا أن أعبر عن هذا الشيء. هذا النراقي شو يقول؟ النراقي يقول يا عمي، تقول السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. يقول المؤمن أو الإيمان يقسم على 4 أقسام: قشر وقشر القشر، ولب ولب اللب. يقول القشر ترى يا شيعي ما نغرض فيه إحنا، بس إحنا كنا ماخذين بيه. القشر شني؟ والله أنا مسلم، لكن يا هوسة بولها، هوسة التخريب بولها، هوسة التصفيق بولها، هوسة ما أدري شنو بولها، ما تصير. يقول لك هذا بس يحفظ، بس يحفظ أنه إذا واحد اشتبه علي أنه الكافر أو المسلم، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ يحييه. قشر القشر، الاعتقاد بالتوحيد. يعني أنا مو بس أقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا، هم أعتقد شوية توحيد، أنا موحد. اللب، الاعتقاد بالأصول الخمسة على المذهب الشيعي، على مذهب أهل البيت عليهم السلام، أنه أقر بالتوحيد، بالعدل، بالنبوة، بالإمامة، زين، بالمعاد. فهذا لب يصير عندي اعتقاد، لكن لب اللب الاعتقاد مع العمل يلا يدخل، والعمل أول شيء بترك الذنوب والمعاصي شو ما كانت، سمعا، نظرا، مسا، جسا، شما، كل شيء يصير كنت بعيد منها. والشيء الآخر الالتزام بالفروض، كن ما يفوتك فرض، كن ما يفوتك فرض. لهذا أنت لما تجي لعد أصحاب الإمام الحجة عليهم السلام، عندهم صفات عجيبة غريبة، وشوف صفات المتقين لأمير المؤمنين عليه السلام بخطبة همام، خطبة همام فيها 110 صفة، 10 صفات. أي واحد يريد يشوف نفسه، يعرض نفسه عليه، يرى ما هو، من هو. لهذا يقول السلام عليك يا ابن أمير ما قال للمسلمين ولا قال علي بن أبي طالب. قلت لك النبي يقول مكتوب تحت العرش علي أمير المؤمنين، مو ايش قلنا بارحة؟ مو هذا كان، هذا كان الكلام. زين، من بعدها يقول لو علم الناس متى سمي علي أو متى سمي أمير المؤمنين بأمير المؤمنين لما عصى أحد، أو لما عصاه أحد، أو لما ابتعد عنه أحد. يمت بنور الأنوار، ألست بربكم؟ قالوا بلى. من كان هكذا فأنا ربكم ومحمد نبيكم وعلي
أميركم. المير أو المير أو الأمير الذي يؤخذ منه لقوت الأرواح والنفوس قبل قوت الأجساد والأجسام. شيء عجيب غريب. يقول ما في شيء، ما يوجد شيء بالعالم، ما يوجد شيء منذ آدم إلى الآن آخذا من التوحيد شيئا إلا وهو يكون مفتوحا على باب أو آخذا من باب يسمى بأمير. ما واحد يدعي علينا العلم إلا وهو آخذ منا، والباب الذي يأخذ منه هو باب أمير المؤمنين. تعال شوف زيارة عاشوراء، وهي مو بس تسمي وتطلق، إمام المتقين، إمام المتقين، المتقون هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، قضوا أبصارهم عما حرم الله. شوف هاي الصفات كلها تجي بعد. يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، هذا ما أدخل به هسه، بارحة ذكرت عنه شيء. ماكو امرأة، ماكو أحد إلا ويكون. ليش؟ لأنه في روايات، في روايات، وإقرأ حديث الكساء، إقرأ حبيب وشوف شبيه قصة، لكن هذه القصة فيها نوع من الوحي والإيحاء. السلام عليك أيها الوتر الموتور، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. ثار الله يعني اللي واحد كون ياخذون بحقه. هسه انت اليوم لا سمح الله يصير عندك حادث بالسيارة، وين تروح؟ عند شركة التأمين، مو هيك؟ التأمين ايش يعطيك؟ يعطيك تعويض، مو هيك؟ هذا الباب مو تعويض، ما في تعويض. السلام عليك يا يعني ما في عوض. أي شيء يعوض يعني تجيب الشمر تذبح يصير هذا تعويض؟ وبالفقه حتى عندنا هذا الشيء. بالفقه لما تجي شوف، إذا واحد يقتل واحد بالعمد شنو حكمه بالإسلام؟ بالأديان كلها شنو حكمه؟ ممكن ينقتل هنا وهناك جزاء، لكن إذا انقتل هنا ترى لا تقول على أنه راح حق المقتول بيوم القيامة. هذا جذ لإفساد، هذا إزاحة لإفساد في الأرض، مو أكثر، ماكو شيء. لهذا أمير المؤمنين عليه السلام لما نأتي إليه ونقول أنت ثار الله، أو للحسين لما نقول له أنت ثار الله وابن ثأره، يعني لا يأخذ بحق الحسين ولا بحق أمير المؤمنين إلا الله. الحق منين يأخذه؟ هذه مصيبة، هذه عجيبة غريبة. تعال بعد وياي. السلام عليك أيها الوتر الموتور. زين، الوتر نعرف عنه واحد، مو هيك؟ الوتر مقابل الشفع، يولا الوتر مقابل الشفع. تعالوا يا يعني. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، انه بشي يقول له والوتر الموتور، يقول له أنت وحيد ظليت. كثير من علمائنا يقولون وحدة الحسين تقسم الظهر، وحدة مو عادية. يا عمي منين تجي لعد الوحدة؟ وحدة كشخص، كشخص يو، كواحد ما يسمع، واحد ما يسمعه، واحد ما يعي، ما يفهمه. أنت تعرف إيش سووا حومة الميدان؟ أنت تعرف الطبول شلون كانت تدق؟ يقول خطبهم 7 مرات، وكل مرة يأتي على ناقة. في رواية يأتي على ناقة رسول الله المسمات بالعظباء، هاي اللي إذا نزل النبي من جبل إديها طولا فيها إعجاز، وإذا صعد إديها قصرا، حتى النبي لا يختل توازن عليها، لا يسجد ولا يركع ولا يدنو من الأرض لغير الله، يركبها ويجي. العمامة يلبس عمامة رسول الله، كل شيء لعد الرسول يلبسه، كل شيء لعد فاطمة يأتي به بالشعار. شي يسوون؟ ألست أنا ابن بنت نبيكم؟ هاي يسمعونها شي يصيحون نعم، لكن ما يخلونها، شوية بعد يقلبونها.
شوية بعد بيش يقلبونها؟ يقول يقلبوها بالطبول فيرجع. يقول واحدتا وغربتا. شقد غربة هذه؟ واحد ما يخليك حتى توصل صوتك لعد الآخر ممكن يطلع من الأزمة اللي هو فيها بكرة بعد بكرة. مو الحسين شي يريد؟ يريد يطلع هاي الناس من الأزمة اللي هم فيها. مو رحمة الله الواسعة؟ مو يشبه النبي؟ مو بس يشبه بالحديث وما أرسلناك إلا رحمة لل هسه شلون هسه الحسين كون يصير رحمة؟ لا. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. تعال عد هاي الأرواح اللي حلت بفنائك وشوف الأذهان والأفكار والأقلام شنه معنى الروح. يقولون الروح بمعنى الطيب والطاهر، كل شيء طيب وطاهر نسلم عليه. لكن يا طيب ويا طاهر، الطيب والطاهر الذي نال درجة عند الحسين أكثر من كل الطيبات وأكثر من كل الطهارات. ياهي هذه زين. هذه هنا أكو عالم، عالم الكشف يعبرون عنه، عالم الكشف. إحنا نعبر عنه بعض الأحيان، والله رحت لعد كربلاء وشفت الأنوار، شفت أمير المؤمنين، رأيت الإمام الحجة. لا لا، بعض الأحيان هذا الباب أكثر يصير. هذا حقيقة، هذا حقيقة يصير. ليش؟ لأنه هاي الحقيقة لما مجلسنا لعد الخروج زين، اجى بعث القاسم الى عمته زينب. وني قاسم؟ نعم يا عم. اذهب الى عمتك زينب واتنا بها لاننا عزمنا على الرحيل. فتأكو ما نعرف شو لاهل البيت عليهم السلام، ما نعرف شلون الامام الحسين. مو أنه إمام ما حد يعرف طريقتي، لا، طريقة عادية، طريقة كانت تتخذ بين العرب، لكن هذه متصلة بالسماء تختلف عن تلك الطرائق والأمور. إجا جاء إليها، سلم عليها، قبل يدها، قال عم إن عمي يدعوك إلى المسير معنا. قالت عم إني أريد كفيل، أنا أريد كفيل، واحد يكون يكفلني. قال عمه أنا الكفيل. هذا ياهو معلمة، معلمة العباس، هذا معلمة مسلم بن عقيل، أنا الكفيل. شوف هذول شبابنا، شوف أولادنا يعرفون هيك، من يروح بسفر، من يروح بمكان، يقف لأمه، لأخته، لأهله، لزوجته، لعياله، هيك هالوقفة، أنا الكفيل. قالت أنت نعم الكفيل، لكن عندك أمك رملة، أنت متكفل بيها ماما، وأنا أريد واحد يكون إلي. اجل أخبر عمه بما قالت عمته. قال بني علي، أين ولدي علي؟ اجل جاء شبيه الأشباح الخمسة، لبيك لبيك، ها أنا بي. قال اذهب إلى عمتك، مرها أن تخرج معنا. يقول اجل بأبي وأمي. سلم عليها، قبل يديها، قال عم إن أبي يقول نريد المسير ويريدك معنا، يطلب منك أن. قالت بني أريد كفيلا، أنا الكفيل.